ضيفنا اليوم فقيه طبيب وسياسي، ضيفنا هو الدكتور سعد الدين العثماني. كنا ساكنين في هاد الدار، وايضا كنت تفكر المجلس الذي كان كيلقي فيه الدروس ديالو على الطلبه، ود انه يميز المجال الديني اللي ما يمكنش تكون فيه البدعه واللي خصنا نرجعوا فيه الى الاصول ديال الدين، والمجال الدنيوي اللي هو الاساس فيه هو الابداع ديال البشر. استاذ العثماني، الحاله ديال دائما تيكون مريح وما كيتقلقش. كان عندي اهتمام بالطب النفسي الى حد ان الدكتوراه ديالي كانت في المجال ديال الطب النفسي.